وانت اكيد سمعت بتوقيع محمد قاسم للنجف تاركا للقوة الجوية، شلون شفت هذا الخيار؟ هذا خيار لاعب الصراحة، لأن تعرف أنت كل لاعب له وجهة نظره، يبحث عن فرصة لعب أكثر. محمد من اللاعبين المميزين، لكن عقليته، يا وجه له تحية، عقليته تودي نوبات بمتاهات. محمد كان يوصل أكثر من هذا المكان وأبعد من العراق وأبعد من هواي أمور، وممكن يلعب بدوريات أفضل من الدوري العراقي، لكن عقليته، قلت لك عقليته ومزاجيته اللي وصلته بهذا، يعني بعيد عن المنتخب، ولا هو امكانيه، يعني امكانيه مميزه ولاعب مميز، بس ما عرف يستغل وضعه والعمر. احنا نقول جاي يركض، انت كلاعب ايش قد يريد يبقى لاعب كره القدم بالملاعب مثلا؟ يعني انت حسب المفروض تستثمر الفرصه، انت عقليتك الاحترافيه وين تريد تطورها؟ شنو وضعك؟ شنو هاي السنه سويت؟ لبرا وين اروح؟ وين اطلع؟ اتوقع تاثير، بحكم انه محمد من النجف من الحيره، فتاثير غني شهد على عائله اللاعب او على اللاعب علاقته شخصيا هو اللي خلاه يوقع النجف، ممكن يعني ممكن. بالعكس هسه يعني فريق النجف فريق مميز بالوقت الحالي، بعد هذه السنه افضل من العام من حيث الاموال، الاستقرار المادي، حتى بالمرحله الثانيه من استقطاب اللاعبين، لاعبين مميزين، وحتى الفريق تغير عن المرحله الاولى قبل فتره الانتقالات، يعني فريق مميز، فريق صعب اتوقع هاي الفتره المقبله. لعبت مواسم عديده احمد